احمد صباح نور. صباح الخير. يا هلا. يا اهلا وسهلا. اذا استاذ احمد، اليوم نتحدث عن النحافه عند الرجال بشكل خاص. ما هو مؤشر كتله الجسم اللي يدل على النحافه الشديده، وهل تعتبر مرضا؟ اول شيء في البدايه صباح الخير عليكم جميعا. رقم 2 بالنسبه لموضوع النحافه، فالنحافه تعتبر مرض حالها من حال زياده الوزن. في مشاكل يتعرض لها العديد من الناس اللي يعانون من موضوع النحافه، من اهمها حشاشه العظام، من اهمها حصول مشاكل في الاسنان، مثل ممكن في بعض الحالات يكون في معاهم هشاشه في الاسنان نفسها، في بعض المرات ممكن تحدث تقرحات في المعده نتيجه ارتجاع الحمض الناتج في المعده. المؤشر كتله الجسم اذا كان اقل من 19، يعني 18.5 واقل، نعتبر هذا الشخص مصاب بالنحافه الزائده. طيب استاذ احمد، هل تختلف معايير النحافه الزائده بين النساء والرجال؟ المعيار تقريبا واحد، اللي هو نمشي على وحدة كتلة الجسم، ولكن الأعراض قد تختلف، المشاكل الناتجة عن النحافة قد تختلف ما بين الرجال والنساء. خلينا نعرف الأسباب كلها، ما هي أبرز أسباب النحافة الشديدة عند الرجال؟ يعني بشكل عام من أهم الأسباب احنا ممكن نقولها اللي هي السعي وراء الوصول الى الوزن المثالي او الحاله البدنيه المثاليه، قد تحدث عن طريق اتخاذ او اتباع اجراءات خاطئه للوصول الى هذا الهدف. في بعض المرات نشوف العديد من الناس تصير عندهم مثل حاله، احنا نسوي مثل اوبسيشن، او انه مثلا حاله هوس، ان انا اليوم وزني زايد، شكلي مش متقبله، ابي اسعى الى الوصول الى افضل مرحله بدنيه في اقصر وقت ممكن. في بعض الحالات الأخرى قد يكون الناس متعرضين للتنمر، خصوصا الفئة العمرية اللي يكونون في مقتبل العمر، التينيجرز، يكون في تنمر عليهم، إن مثلا أنت وزنك زايد، شكل جسمك مش متقبل، فتلاقي الشخص يبدي يسعى إلى الوصول لحالة بدنية أفضل عن طريق إرشادات خاطئة، عن طريق معتقدات قديمة خاطئة. فبرأيي الشخصي من أهم الأسباب هي، خلينا نقول، نظرة المجتمع والحكم، البادي ابييرنس جادجمنت، ان نشوف وايد ناس يبدون يحكمون عليك من ناحيه شكل جسمك، او يبدون يحكمون عليك من مظهرك الخارجي بشكل اكبر. استاذ احمد، نحن نعرف انه هناك رجال كانوا شديدين نحافه وقت اللي كانوا صغار في الطفوله او في مرحله المراهقه، والعكس بالعكس ايضا، هناك من يكون وزنه حتى زايد بعض الشيء ويتحول الى وزن نحيف جدا جراء عده اسباب، يمكن تكون ايضا منها مرض السرطان ربي بعده عن الجميع، او الامراض الاخرى، او حتى القلق، او احيانا يكون يمكن الانسان يمر بازمه نفسيه صعيبه تخليه يوصل الى مرحله النحافه الكبيره. فعلا، شوف، احنا لما نتكلم عن النحافه فالنحافه نوعين، انت في بعض الامور اللي تحدث نتيجه امراض مزمنه، او امراض مثلا، خليني اقول، امراض يصاب بها الشخص، مثل ما تفضلت مرض السرطان، قد يكون بعيد الشر عن جميع المشاهدين، قد يكون من احد اهم الاسباب اللي يؤدي الى هذه الى النحافه الزايده. قد يكون ايضا في بعض الاحيان مرض السكري، قد يكون في بعض الاحيان بعض الناس المصابين في حاله الاسهال المزمن. هذه كلها امراض تؤدي الى نزول الوزن، ولكن يعني موضوع النحافة أو الأنوركسيا يحدث نتيجة، خلني أقول مو بشكل أساسي، بس أحد أهم العوامل اللي تؤدي إلى الإصابة فيه هي الحالة السايكولوجية اللي يدخل فيها الجسم الشخص نتيجة سعيه للوصول إلى حالة بدنية أفضل. التداعيات النفسية، أو كما ذكرت حضرتك معناها أستاذ أحمد، هي فكرة أنه نفسية الإنسان أحيانا تخليه يوصل إلى هذه المرحلة، ولكن التداعيات النفسية الكبيرة اللي ترافق الشاب النحيف، خاصة وأنه نحن نعرف أن صورة الرجل ديما مربوطة بالعضلات المفتولة وإلى ما لا ذلك، يعني أبرز التداعيات الصحية للنحافة الشديدة ما هي؟
طبعا التداعيات الصحية تختلف من شخص إلى شخص باختلاف حالته، تختلف باختلاف مدى how severe his case، مدى خلينا نقول إلى أي مرحلة واصل. في بعض الأحيان قد يكون في مثل ما قلت لك في البداية هشاشة عظام، الأسنان تبدأ تصبح هشة. في بعض الحالات الأخرى يبدأ يصاب الشخص في لوعة مزمنة، appetite suppressant، ما يأكل وايد. في بعض الأحيان قد تؤدي أيضا إلى أمراض أخرى، لأن أنت بالنهاية مرض النحافة هو دليل بأن الشخص ما قاعد يعطي جسمه حاجته الغذائية اللي يحتاجها الجسم، فتبدي تمشي عليها فقر الدم، تبدي تمشي عليها نقص الفيتامينات. ممكن يكون عندك نقص في فيتامين سي يؤدي إلى مرض سكارفي، ممكن يكون البيري بيري، ممكن يكون عدة أمراض متعلقة في عدم حصول الجسم على الفيتامينات اللي يحتاجها. وكل فيتامين أنت بالنهاية جسمك مصمم بأنه يعمل وفق منظومة معينة تعطي جسمك حاجته من الفيتامينات والمعادن والقيم الغذائية من كربوهيدرات وبروتينات وفات، الجسم يعمل سليم وما عليك أي خوف. تبدي تقل أحد الفيتامينات، لكل فيتامين تبدي فيه أعراض سلبية تظهر معه. على سبيل المثال قلة فيتامين سي في الجسم قد يؤدي إلى ضعف في المناعة وضعف في تجديد خلايا الجسم، وأيضا نزيف باللثة. في بعض الأعراض الثانية مثلا لما احنا نتكلم عن قلة تناول الأكل، ففي قلة تناول الألياف الغذائية، فممكن يصاب الشخص بحالة إمساك. في بعض الأحيان قلة تناول اللحوم وفيتامينات بي قد تؤدي إلى فقر الدم في الجسم، وفقر الدم إذا وصل إلى مراحل جدا متقدمة قد يؤدي إلى أعراض جدا خطرة، لأن بالنهاية مثل ما قلت لك جسم الإنسان لكي يعمل يحتاج إلى جميع الفيتامينات والمعادن لأن تكون متوفرة في الجسم. الحديد إذا نقص في الجسم معناته توصيل الأكسجين للخلايا قاعد يحدث بصورة أقل، فالخلايا تبدي تضمر، ما تحس أن الشخص في نشاطه اليومي الممتاز. أستاذ أحمد، سؤال من مشاهد أيضا يذكر فكرة، هل هذا يساهم في خطر الوفاة المبكرة؟ في يعني بعيد الشر عن جميع المشاهدين، ولكن احنا في من ناحية من ناحية الوفاة احنا نتكلم هذه حالة جدا كبيرة ممكن نقول متقدمة، إذا كان الشخص يعاني من النحافة لفترة طويلة من حياته وما قاعد يعطي جسمه كمية وافرة من الفيتامينات والمعادن، التدرج في عدم أداء وظائف الجسم بشكل أساسي قد يؤدي. بس يعني أنا شخصيا ما أحب أنظر هذه النظرة لأن هي وايد يعني الوفاة شوي، خليني أقولها بهذه الطريقة، أن النحافة الشديدة لا تعتبر سبب أساسي للوفاة، ولكن تداعياتها ممكن تؤدي. خلينا تحدثنا على الأسباب، تحدثنا على الأمراض اللي تؤدي، تحدثنا على كل شيء عنده علاقة بالنحافة الشديدة. هتلين خلينا نمشي إلى النصائح لعلاج هذه النحافة الشديدة أستاذ أحمد. يعني طبعا نعرف أنه يمكن، وذكرت أنت قلت شوية أنه فكرة الأكل، هل الأكل وحده يساعد على أنه يرجع الوزن أم هناك نمط حياة كامل يجب أن يتبعه الإنسان اللي يعاني من النحافة الشديدة؟ أول شيء لكل جسم لكي يعيش حياة صحية، سواء كان الشخص نحيف يبي يسمن، سواء كان شخص سمين يبي يضعف، سواء كان شخص في حالة بدنية ممتازة يبي يحافظ على حياته، الأكل يعتبر أحد العناصر التي العناصر الأساسية. بس النوم يلعب دور، الرياضة تلعب دور، الصحة النفسية والحالة الاسترخاء النفسي يلعب دور. مثل ما قلت قبل شوي الرياضة جدا مهمة. بس بالنسبة لموضوع النحافة، إذا اليوم نبي نركز نظر نصايحنا على موضوع النحافة، فإحنا بنتكلم بشكل أساسي على لازم في البداية أخصائي التغذية بعد ما يعمل استشارة مع الشخص اللي يعاني من النحافة بأنه يحدد هذا الشخص شنو سبب نحافة. هل هو أن هذا الشخص كمية الأكل اللي يتناولها جدا قليلة، وهو يعترف لك يقول لك أنا ما أكل وايد لأن مثلا نفسيتي مسدودة، أو أن مثلا ما أقدر أمضغ الأكل لفترة طويلة، أو أن ما أشتهي أكل. هذا طريقة علاجه تختلف اختلاف كلي
عن نوع آخر من الناس اللي هم يعتقدون بأنهم يأكلون كميات أكل كبيرة. لما نعمل لهم الاستشارة يبدي يصرح ويقول إن أنا أكل كل شيء، أنا أكل كميات كبيرة بس وزني ما يزيد. في two approaches for them. الشخص اللي عارف إنه هو ما يأكل وايد، قد نبدي معاه في البداية في نزيد سعرات الحرارية عن طريق مشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية. على سبيل المثال ممكن عمل ميلك شيك يحتوي على حليب، على زبدة فول سوداني، على عسل، على أفوكادو، بحيث أن نزيد السعرات الحرارية في هذا الشراب، نعطيه حاجة جسمه من القيمة الغذائية عن طريق الشرب وليس عن طريق الأكل. هذا قد يكون أبروتش. رقم اثنين، نبدي نعمل على توجيه الشخص بنصائح تؤدي إلى فتح شهيكة للأكل. على سبيل المثال رياضة المقاومة ورفع الأثقال تعتبر من أهم الطرق لفتح الشهية، فممكن ننصحه بأن يتمرن تمارين سبور فيها مقاومة أكثر. رقم ثلاثة، هنالك بعض الفيتامينات والمعادن والأعشاب تساعد على فتح الشهية، مثلا فيتامينات بي، البي كومبلكس بشكل عام. أيضا عشبة الجنسنج أثبتت الدراسات بأنهم قد يساعدون على فتح الشهية، ولكن هذا الأبروتش أو هذا طريقة العلاج هذه ما راح نستخدمها إلا إذا احنا تأكدنا بأن هذا الشخص يعاني من شهيته مسدودة. النوع الآخر من الناس اللي هم يعتقدون بأنهم يأكلون كميات أكل كبيرة، ولكن في الحال لما نعمل 24 hour recall أو نخليه يعمل دايري على الأكل اللي قاعد يأكله، نلاحظ بأن هذا الشخص لما نحسب له السعرات نشوف سعراته جدا أقل من حاجته. فنبدي نعمل على إضافات أو additions to his own meal ترفع قيمة السعرات الحرارية. يعني مثلا على سبيل المثال خليني أقول، لما شخص بيقول لي أنا بتغدى، غداي يكون عبارة عن تبولة مع شيش طاووق، أنا ممكن دوري كأخصائي تغذية إذا أبي أرفع السعرات الحرارية في هذه الوجبة أدخل معها عصير، أعمل سوس للشيش طاووق بحيث أنه يرفع سعرات الحرارية. ممكن نعمل للتبولة مثلا أعمل دريسنج معين أو أخليه يغير السالد إلى ويضيف لها صلصة معينة تحتوي على سعرات حرارية توافق القيمة الغذائية اللي أنا أبي أرفعها. هل أنا أبي أرفع فات فأضيف زيت زيتون أكثر؟ هل أنا أبي أرفع سكريات فأضيف دبس رمان؟ هل أنا أبي أضيف قيمة نشويات أكثر فأحتاج أني أضيف داخل السلطة كينوا أو بطاطا حلوة أو مثلا برغل؟ على حسب جميل التكنيك أو الطريقة اللي حاب يتبعها أخصائي تغذية. إذن أخصائي التغذية أحمد ليري، شكرا لك على كل هالنصائح اللي قدمتها لنا، وشكرا على حضورك معنا. كنت معنا مباشرة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. شكرا لك مرة أخرى. هيا شكرا. إذن مشاهدينا، هذا كان موضوع النحافة الشديدة عند الرجال. تقريبا تناولنا الموضوع الكل، وإن شاء الله نتمنى أن تكونوا